و66 لقبا محليا وقاريا، جعلت مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا في إنجلترا. رغم غياب لقب الدوري الإنجليزي عن خزائنه في آخر 5 سنوات، غير أن مانشستر يونايتد يبقى صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالدوري المحلي ب20 لقبا، وبفارق لقبين عن ليفربول و7 ألقاب كامنة عن أرسنال. ألمان يونايتد الذي عاش أزهى أيامه الكروية مع السير أليكس فيرغسون بعد توليه مهمة تدريب الفريق عام 86، قاده للفوز بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد عام 93، وتمكن من حصد 13 لقبا من مجموع 20 في تاريخ النادي الأحمر. نادي الشياطين الحمر أو كبير مدينة مانشستر كان له نصيب وافر من الألقاب المحلية الأخرى، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد أرسنال رافعا كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة وبفارق لقب وحيد عن نادي المدفعجية. مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية توج الفريق بها 5 مرات، آخرها كانت عام 2017 ليأتي في المركز الثاني بعد ليفربول صاحب 8 كؤوس. مانشستر يونايتد الذي لا يكاد يفارق المراكز الأولى في عدد التتويجات محليا، يعد أيضا حامل الرقم القياسي في التتويج ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي ب21 لقبا، متقدما عن ليفربول وأرسنال ب15 لكل فريق. على الصعيد الأوروبي لم يصعد مانشستر على منصة التتويج سوى 3 مرات، أعوام 68 و99 و2008، 3 ألقاب ربما لا ترقى إلى حجم وتاريخ النادي الإنجليزي العريق، غير أنه يبقى حتى الآن يتغنى في بلاده بلقب أول نادي إنجليزي يتوج بدور أبطال أوروبا عام 68. نادي الشياطين الحمر كان له نصيب أيضا من السوبر الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية، وفاز بهما مرة واحدة عام 91، كما أضاف لهما لقب الدوري الأوروبي قبل 2، ورفع قبلها كأس العالم للأندية باليابان عام 2008. 66 لقبا في خزائن مانشستر يونايتد جعلته يتفوق على جميع الأندية المنافسة في بلاده، ومع ذلك يبقى عشاقه يتطلعون لمزيد من الألقاب. نجيب زواق، العربية.